أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن الأمن والاستقرار أولوية دائمة يجب أن تحظى بكامل الاهتمام وتلتقي حولها كافة الجهود. ولفت سموه إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه تدعم كل الجهود الدولية الهادفة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تكفل التعامل الأمثل مع كافة القضايا التي تمثل تحديا أمام جهود تعزيز مسارات الأمن والسلام والاستقرار في العالم. جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله بقصر القضيبية يوم أمس بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين كبار القادة المشاركين في مؤتمر الأمن الإقليمي الذي تستضيفه مملكة البحرين، حيث رحب سموه بضيوف البلاد مشيرا إلى أهمية المؤتمرات الدولية المعنية بالأمن ودورها في توحيد الأفكار والرؤى الخاصة بتعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي، مضيفا أن المشاركة في مثل هذه المؤتمرات تؤكد الحرص المتبادل من الجميع لمواجهة التحديات وتحقيق السلام وفتح المجال أمام مسارات التنمية. وأشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التحديات، معربا عن تطلعه بأن تعزز مخرجات المؤتمر الجهود الدولية المبذولة في الدفع بالتعاون المشترك نحو أفاق أرحب. هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد مأدبة عشاء لكبار القادة المشاركين في مؤتمر الأمن الإقليمي.